10 أشخاص هم الأوفر حظاً في العالم. مرحباً بكم. لدى حصاد المحصول من حقلها، وجدت إيلينا بولسون خاتماً كانت قد فقدته منذ 16 عاماً. كان خاتم الزواج هذا قد فقد في عام 1995 خلال تحضيرها للطعام في المطبخ. اعتقدت إيلينا أن الخاتم كان قد سقط في صندوق القمامة مع بقايا الطعام، ولكن لحسن الحظ عادة ما لا تلقي عائلة بولسون بالبقايا العضوية في القمامة، وإنما يستخدمونها في الحقل. فازت الأمريكية فيرجينيا فيك باليانصيب مرتين في اليوم نفسه. لقد كانت قد اشترت تذكرتين يانصيب دون قصد، وقامت بملء التذكرة برسم بياني عبارة عن مجموعة من الأرقام تدلل على عدد السنوات التي قضاها والديها وهما متزوجان، بالإضافة إلى عمرها في وقت زواجهما. في إبريل من عام 2012 أصاب الحظ فيرجينيا مرتين، نتيجة لأنها كانت قد دفعت مقابل تذكرتين نظراً لخطأ قد حدث في نافذة الدفع جعلها تدفع مقابل تذكرتين بنفس الأرقام، ونتيجة لذلك فازت فيرجينيا بمليون دولار عن كل تذكرة. هذا المعلم الكرواتي الذي يدعى فرانكو سيلاك معروف بأنه قد قام بخداع الموت أكثر من مرة، فبعدما فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب كان قد نجا بمعجزة من حادثة قطار بعدما خرج القطار عن مساره وسقط في البحيرة، ثم نجا من حادث طائرة بعدما سقط من الطائرة على كومة من القش، في حين توفي 19 راكبا الآخرين الذي كانوا على متن الطائرة. هذا بالإضافة إلى أنه نجا من العديد من حوادث المرور وفاز في اليانصيب بمبلغ مليون دولار. على الأرجح لدى هذا الرجل ملكا يحرسه. ولدت يوهان غونتي في تكساس، ويمكن أن تقول أنها بحق محظوظة للغاية لأنها نجحت في الفوز 4 مرات بالجائزة الكبرى في اليانصيب. في المرة الأولى التي فازت فيها كان بقيمة 5.5 مليون دولار، ثم بعد 10 سنوات فازت بمليوني دولار، وبعد عامين 3 مليون دولار، وفي النهاية في عام 2008 فازت ب10 ملايين دولار. وكانت هذه المرأة تفضل عدم الكشف عن هويتها. نجت شابة من بنغلاديش من انهيار مبنى من 8 طوابق، هي راشما بيغون البالغة من العمر 19 عاما، والتي كانت تعمل كخياطة في أحد المصانع. وعندما حدثت الكارثة نجت بأعجوبة بعد أن ظلت تحت الحطام لفترة طويلة. لحسن الحظ كان معها بعض البسكويت وعبوة مياه، وهذا هو ما أنقذ حياتها. كانت الفتاة تعاني من حالة جفاف شديدة، إلا أنها نجحت في البقاء على قيد الحياة أسفل المبنى لمدة 17 يوم حتى انتشلها فريق الإنقاذ. قضى إلينغري هاريس موكيني البالغ من العمر 19 عاماً 3 أيام تحت الماء، وهذا بعدما ظل في بقايا سفينة في عمق أكثر من 30 متراً. والمثير للدهشة هو أنه نجا بحياته. عندما بدأ الغرق كان هاريسون الذي يعمل كطباخ آنذاك في دورة المياه، ولم ينجح في مغادرة السفينة في الوقت المناسب. لحسن الحظ نجح في التصرف بسرعة وتوجه إلى مكان الماكينات، حيث صنع لنفسه كيس هوائي. نجح فريق الإنقاذ في تحديد موقع بقايا السفينة بعد 3 أيام، وكان هاريسون هو الناجي الوحيد من 12 شخصاً هم أفراد طاقم السفينة. يعتبر قائد الدراجات المحترف مارتن ديهون شخصاً محظوظاً للغاية. لقد كان قد قام بحجز تذكرتي طيران على الخطوط الماليزية، وفي كلتا المرتين تراجع في اللحظة الأخيرة،
مثل ما هو معروف، اختفت إحدى هذه الطائرات في مارس من عام 2014 أعلى المحيط الهندي، فيما سقطت الطائرة الأخرى في صيف العام نفسه، وبالتالي نجح هذا الرجل في الهروب من الموت المحقق مرتين. نشأ هذا الفتى المدعو ستيف بليك دون والدته، ولكن حاول على مدار السنوات العثور عليها دون أن ينجح في الأمر. وفي النهاية اتضح أن لقبها مسجل بشكل غير صحيح في سجل المعلومات. لقد كان العثور على والدته بالصدفة البحتة. بعد مرور بعض الوقت عثر ستيف على عمل في متجر بأحد السلاسل الكبرى، ثم قام بإعلام مديره بمشكلته وأخبره بلقب والدته والتي كان يبحث عنها، وبدا اللقب مألوفا بالنسبة للمدير. وفي النهاية اتضح أن والدته كريستيلا تعمل في نفس سلسلة المتاجر التي يعمل بها ابنها، ولكن في متجر آخر. وطأت قدمنا جميعا صخرة أو مسمار ذات مرة، ولكن هذا الرجل هو الأكثر حظا على الإطلاق، لأن المسمار بالكاد عبر قدمه. من الممكن القول بأن هذا الرجل هو الأوفر حظا في العالم، لأنه وجد هذه القطعة الطويلة من شيتوس، وهذا لا يحدث سوى مرة في المليون. اترك تعليقا واذكر موقف شعرت به أنك تتمتع بالحظ الوفير. لقد عثرت أنا أكثر من مرة على عملات ملقاة في الشارع. إن هذا حظ وفير. قم بالضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة.